الموسم ديال السيد المختار، هذه النسخة 57 منه، على في جيلنا احنا يعني منذ 67 1967، ولكن الموسم هو أعرق من هذا بالكثير، لأنه كان في عهد مولاي إسماعيل، من عهد مولاي إسماعيل كان اسمته، وتم تعليقه في ألف في عهد مولاي سليمان، لأن كانت واحد الظاهرة، كانت واحد دعوة من جلالة الملك مولاي سليمان بتجميد هذه الأنشطة، فتوقف الموسم ديال هذا إلى أن ابتدأ من جديد 1967. كانت البداية هكذا، كانت مبادرة من السلطات المحلية، وكانت مبادرة من الناس الأعيان ديال البلاد، وكانت مبادرة من الناس اللي يديروا ما سميتو. نعم، شكون الأسماء اللي كتذكر؟ الأعيان دازوا بزاف الأعيان. الرئيس في هذاك الوقت كان هو سي نصيح مولاي عبد الله ولد النجم، الله يرحمه ويوليه برحمة الله، كان من الناس اللي اشتغلوا من أنشط رؤساء الجماعات اللي بداوا في هذا سميتو، على يدو دار ملعب ديال كرة القدم، على يدو درت واحد المجموعة ديال الحوايج، الناس ديال القبيلة كلهم، الناس ديال القبيلة، الناس اشتركوا هنا كيجيو. دابا الموسم ما بقاش موسم السيد المختار، ولكن رجع موسم ديال القبيلة، كلشي الناس ديال من هاد الدواوير، من هاد المنطقة كلها اللي كتسمى تيغسريت، هاد البلد هادي المنطقة تيغسريت، وهي كلمة تقسريت، جات من كلمة تقسريت بالأمازيغية، لأن كلمة لهاد الأرض أصلا أرض ديال الركراكة، عطوها لنا الولاد بن سبع، هذه الولاد أبي السباع، باش تكون منتجة وباش تكون مكان ينطلقوا منه للدفاع في الثغور الدكالية والعبدية ضد الاستعمار البرتغالي. المنطقة ارتبطت لأنه قديمة ولاد بن سبع لهنا مساهمين في الجهاد ضد الاستعمار البرتغالي، ويعني حاطين ولادهم هنا كسميتو والبهايم ديالهم وغيدلك وهذا، وكانوا يستعدون يحاربون في البريجة اللي هي جديدة الحالية، ولا أزمور ولا أزفي ولا هذا، ويرجعون، وحتى الأموات ديالهم ما كانوش كيخليهم تما، الأموات ديالهم كانوا يدفنوهم في واحد المقبرة اللي هي كاينة هنا فسميتو كتسمى مقبرة رجال الخنيق، اللي كانوا مقبرة رجال الخنيق، وهذه المقبرة هذه تسمى رجال الخنيق لأنه المدفونين فيها كلهم رجال وكلهم شهداء ماتوا بساحة الجهاد في دكالة ولا في عبدة ولا في هذا، وكان يتم ترحيل جثثهم هنا حتى لا يمثل بهم، ماشي شي عدو ويجبد الجثث ديالهم ويمثل بها وداك الشيء وسميتو، ومعروف شنو الوقع ديال هالشيء على النفسية ديال سميتو. فكانت هنا صبحت هنا أكبر مقبرة الشهداء في العالم، هي مقبرة ديال رجال الخنيق، وتوازيها مقبرة ولاد بن سبع السبعة اللي كاينة في الصحراء المغربية، في صحرائنا، منطقة ديال الأطويحيل، قرب مدينة السمارة. وهذيك المقبرة كتسمى مقبرة ولاد بن سبع السبعة، وهي مقبرة كانت كبيرة جدا، وحدها مقبرة أخرى تجاورها ينقال لها يتقال لها مقبرة صويبير قراقة، ومعروف هنا أنه القراقة هنا بقى هذا سميتو حتى ليه، وربما أن ليه على بإعاز من 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 شرفة أولاد بن سبع، هما اللي جابوا، هما اللي جعلوا الأخرين هنا القراقة، الأخرين يعطونا هذه الأرض ويسميتو هذه. يعني العلاقة بين القراقة وولاد بن سبع كانت علاقة متينة، علاقة متينة وعلاقة جهاد، علاقة جهاد، وكنعرفوا بأنه دابا الدور ديال الركراكة اللي كيكون هنا، كنعرفوا بأن 40 دور ولا 44 دور ديال الركراكة، سبعة منهم ولاد بن سبع، سبعة. نبداو سيدي أمكدول، سيدي مكدول ديال الصويرة، مولاي أبو زركتون، راك تعرف مولاي أبو زركتون راه كاين، أيه، هو جد المجاهد الزركتوني سميتو، واحد من الأجداد ديالو. كاين سيدي علي المعاشو، جد المعاشات اللي كدير فيه الختم ديال الركراكة، كاين سيدي احمد وسيدي عبد الجليل جوجهم سميتو، كاين سيد العروسي، هادو كلهم من ولاد بن سبع اللي دخلوا في الدور ديال الركراكة، وكنعرفوا بان الركراكة راه مجموعه جهاديه كتسمى جيش الفتح ولا فتاحين المغرب،
لان بكري من بكري هما يعني من الالويه الاولى اللي خدمت مع طارق بن زياد ومع بعد ذلك مع عقبه بن نافع اللي خلى واحد الضابط ديالو هنا كيتسمى شاكر هو الجامع ديال سيدي شيكر اللي كاين دابا هنا ما بعيدش في هذا يعني هنا المنطقه عندها واحد زخم تاريخي كبير جدا